بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فلدي سؤال من أحد الإخوة يقول فيه: ينشر عدد من المشاهير المتصدرين للتحدث باسم الإسلام أن ليس على المرأة في الإسلام واجب من عمل في البيت، وأن على الزوج تحمل ذلك بإحضار خادمة وما إلى ذلك، وقد سمعت في حالات طلاق ومشاكل زوجية بسبب هذه الأفكار التي أصبحت منتشرة. وهناك من يشجع المرأة المسلمة أن تطالب بحقوقها، لعلكم تفردون تسجيلا لشرح هذا الأمر فيعم النفع. بارك الله فيكم وشكر لكم جهودكم المباركة. بارك الله فيك بك يا أخي، وجزاك الله خيرا. وهذا سؤال جيد سنتكلم عنه بإذن الله سبحانه وتعالى تفصيلا. أولا، الشريعة الإسلامية احترمت العرف ما لم يخالف الدين، وذلك في أمر الله سبحانه وتعالى: وأمر بالعرف، حتى قرر فقهاؤنا قاعدة مهمة جدا من القواعد الكلية التي بني عليها الفقه الإسلامي، ألا وهي قاعدة العادة محكمة. فالعادة عادة الناس محكمة، وقد جرى عرف الناس في بلاد المسلمين أو في معظم بلاد المسلمين أن المرأة تخدم زوجها في داخل البيت، وأن الزوج عليه الخدمة خارج البيت. فالزوج يحضر الأشياء من الخارج، يقوم بواجبه في تحصيل المال، ينفق على الزوجة. طبعا النفقة واجبة على كل حال وعند جميع الفقهاء، ولكن الأعمال، هناك أعمال، يعني مثلا جرى العرف في بلاد الشام أن الرجل الزوج هو الذي يأتي بالأشياء من السوق غالبا، وأحيانا النساء تأتي ببعض الأشياء. في مصر وجدنا العرف على العكس، وهو أن المرأة هي التي تقوم بالتسوق، والزوج يعطيها المال وهي تتسوق. لا بأس، هذه أشياء تنظيمية لا إشكال فيها ولا حرج فيها. فالعادة المحكمة هي أن المرأة تخدم زوجها. طيب، هل يجب عليها ذلك؟ في مذهبنا الحنفية يجب على المرأة أن تخدم زوجها ديانة لا قضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما، فجعل عمل الداخل على فاطمة وعمل الخارج على سيدنا علي. ولهذا فلا يجوز للزوجة أن تأخذ أجرا مقابل هذه الخدمة. وهناك يعني أكثر المالكية قالوا على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها، لقصة علي وفاطمة التي تحدثنا عنها، وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر نساءه بخدمته، فيقول: يا عائشة أطعمينا، يا عائشة هلمي أحضر المدية، هكذا. إذن هذا هو مذهب الحنفية وعدد من العلماء كالمالكية. هناك فريق آخر كالسادة الشافعية والحنابلة وأيضا بعض المالكية قالوا: لا، لا تجب على المرأة خدمة زوجها،
ولكن الأولى لا أن تفعل ذلك، أن تفعل ما جرت به العادة. هذا المقرر في كتب الفقه. واقع الناس ما هو؟ واقع الناس أن النساء يخدمن أزواج في بيئات معينة، وهذا أمر يراعى في بيئات معينة. مثل هذه المرأة تخدم، يعني حينما كانت في بيت أهلها، في بيت أبيها وأمها لها خادمة، وهي لا تباشر هذه الأعمال بنفسها، وأنت تزوجتها على هذا الأساس وأنت تعلم حالها، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تحضر لها خادمة لأنها جزء من النفقة، وعليك أن تجعلها تعيش في الطريقة التي كانت تعيش عند أهلها، إلا إذا هي رضيت بإسقاط ذلك. من الآن الطبقات التي تخدم؟ قلة قليلة في عامة بلاد المسلمين، ربما في بلاد المال، في بلاد الخليج ربما شاعت ظاهرة الخدمة المأجورة. طيب، كما تلاحظ اتفق الفقهاء على أن هذا الأمر جائز ولا إشكال فيه، وأنه الأفضل لها أن تخدم زوجها. لكن هناك أمران أريد أن أنبه عليهما. حينما نقول المرأة يعني لا يجب عليها ذلك أو يجب عليها ذلك، ليس هذا من حق الزوج مثلا أن يغضب جدا وأن يكسر وأن يدمر وأن لماذا؟ لأن الطعام مثلا قد احترق. هنا نأتي بهذه أمثال هذا يا أخي. هذا هناك فريق كبير من الفقهاء يقول هذا ليس واجبا عليها، وقد تكرمت عليك بذلك، فليس لك أن يعني تسيء إليها لأنها أصلا لا يجب عليها ذلك. فهنا من باب احترام الزوجة ومن باب المراعاة للظروف. حالات الطلاق تحصل لماذا؟ لأن الطعام لم يكن طيبا، الطعام كان فيه ملح زائد، كان فيه ملح ناقص، هذه مشكلة كبيرة جدا. هذه القضية الأولى، يعني لك من قال بأنها تخدمك ليس لك الحق في التعسف في استخدام هذا الحق والإساءة إليها. الحالة القضية الثانية التي أحب أن أذكرها، وهي قضية مهمة جدا، أن هذه الأحكام حينما تذكر في كتب الفقهاء تذكر في حالات النزاع عند القاضي. يعني هذه حقوق عند القضاء وقت النزاع، حصل بين الزوج والزوجة نزاع وبينهم مشاكسة، هو يريد أن يميل عليها وهي تريد أن تميل عليه، وبينهم مشاحنة، وربما انتهت هذه المشاحنة بالطلاق، فكل منهم يريد المحاققة والمخاصمة والمجادلة وأن يتمسك بما له من حقوق. عند ذلك عندما ترفع هذه القضية إلى القاضي سيحكم بما هو في الكتب، إن كان حنفيا فيقول يجب عليها أن تعمل، إن كان شافعيا يقول لا يجب عليها أن تعمل. لكن هذه قضايا ليست للأحوال العادية، كل بيوت المسلمين المرأة المحترمة تخدم زوجها، والزوج المحترم يقدر لها ذلك ويرى أن هذا من إحسانها إليه، البيت قائم على التعاون وليس على المنازعات. كذلك يعني من قال بأنه لا يجب عليها الخدمة في بيت الزوجية، في أشياء كثيرة ليست واجبة عليه، ومع هذا هو يتنازل ويتساهل فيها. في أمور كثيرة إذا ما عدت إلى الفقه الإسلامي، في أشياء كثيرة يعني ليس عليه أن يجدد الفرش مثلا باستمرار، لا، يكفي ما دام هو صالح للاستعمال يكفي وإن كان قديما، ومع هذا يعني الزوج يتكرم بهذا ويدفع نفقات كثيرة. في كثير من وسائل الرفاهية هو ليس مسؤولا عنها، ومع ذلك هو يقوم بها. طب إذا هي طالبته على قول من يقول بأنه لا يجب عليها، أيضا نقول للزوج لا يجب عليك إلا أن تقيمها بأقل ما يطلق عليه الواجب. وهذا فيه يعني ربما بعض الميل على الزوجة، ونحن لا نريد أن نصل إلى هذه الحالة، نريد
أن نصل إلى حالة التعاون والإلف والوئام. وهذه الأحكام الفقهية لم يقولها الفقهاء من أجل أن تتنازعوا عليها، لكن من أجل أن تعرف المقاطع عند النزاع. إذا حصل نزاع فعند ذلك القاضي يحكم بهذه اللوائح التي بين يديه، وليس معناه أن لا يجب عليه إذا خلاص أنا لا يجب علي يذهب وأنت يعني أنفق على يعني على خادمة وربما حالته لا تسمح، فيؤدي بالأمر إلى مزيد من الإعراض ومزيد من النشوز ومزيد من الفرقة بين الزوجين، ونحن نبحث عن الإلف، كل يتنازل عن شيء من حقوقه حتى وإن كان هذا حقا له، في سبيل أن تسير الأمور على أحسن وجه وأكمله وأتمه ومن أجل الأسر. يا جماعة لا تفكروا بهذه القضايا التي تؤدي إلى الطلاق والنزاع، الأولاد هم الخاسر الأكبر في هذا. أسر المسلمين بدأت تتفتت، لم يكن هذا كنت أقوله مرارا وتكرارا في بلدي الذي عشت فيه، أعرف مطلقة أو مطلقتين في حياتي، أما الآن والله لا يكاد يخلو بيت من المطلقات في بلاد العرب، وأنظمة جائرة أيضا تحمل الزوج في حالة الطلاق أشياء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. لذلك نرجع إلى التعاون، وإن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل كذا يقتضي كذا وكذا، والإحسان يعني أن يتفضل كل على الآخر. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.